بعد شهرتها كأول مدربة ميكانيكا سيارات مصرية، دنيا أشرف تواصل الكفاح والنجاح بحصولها على شهادة من الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة على التقييم الفني، شهادة أعطال من الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بخلاف اشتراكها في مسابقة السيارات في الأكاديمية وحصولها على المركز الثالث مكرر. ترى أن المرأة المصرية قادرة على اقتحام كافة مجالات العمل وتحقيق النجاح تحت أي ظروف. دخولي للمجال ده كان بالصدفة التامة، دخلت الكلية علشان هو كان مجموع المعتاد يعني، فاضطريت أن أدخل القسم، وبعد دخولي للقسم بحوالي ترم كده بدأت أحب المجال، بقى عندي شغف أن أنا عايزة أعرف كل حاجة في العربية ومجال ميكانيكا السيارات ده، ليه للولد بس، ليه مش للبنات، وليه ما أخدش فيه خطوة. فبدأت أن أنا أدور على أماكن للتدريب، ففعلا الحمد لله يعني لقيت مكان اتوفر ليا في اسكندرية اتدربت فيه أثناء دراستي. وبعد التدريب وانا ما خلصت الكليه لقيت ان كان في فرصه في الاكاديميه البحريه، مجمع خدمه الصناعه كان عامل منتدى للتعليم الفني، وكان من ضمنه في مسابقه اسمها مسابقه شباب مصر للمهارات، كانت اول مسابقه رحت وقدمت فيها، وطبعا لقيت اقبال يعني بالترحيب كان غريب، ما حدش بص لي ان انت بنت او ازاي تخشي المجال زي ده. دخلت المسابقه كنت انا البنت الوحيده من ضمن 19 ولد، وبعد كده تصفينا بقينا أنا البنت من ضمن 9 صبيان.